نظمت الحركة النسوية في مدينة رام الله وقفة احتجاجية على حاجز بيت إيل المقام على أراضي مدينة البيرة المحتلة رفضا لممارسة الاحتلال التعسفية ضد الشعب الفلسطيني وخاصة النساء والأطفال. المشاركات طلبن المؤسسات الحقوقية والدولية بالتحرك بشكل عاجل للحد من كل الانتهاكات من اعتقالات وإعدامات بحق الأطفال والنساء بدم بارد، حيث وصل عدد النساء المعتقلات منذ بداية انتفاضة القدس الحالية إلى 45 معتقلة في سجون الاحتلال. المرأة بالبداية هي شريكة للرجال في النضال، وإنه إحنا كفلسطينيات منطالب المجتمع الدولي بالحماية الدولية وحماية لجميع الفلسطينيين. يعني صار شهرين وفلسطين تتعرض يوميا للانتهاكات الدولية للعنف من الاحتلال. 45 أسيرة الآن أصبحوا بالسجن، فوق 3000 من الجرحى. نتواجد عشان ضد كل العنف والعجرف اللي عم بتمارسها الاحتلال ضد أطفالنا وضد شيوخنا وضد نسائنا.